هم أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة رويبة. اختلفت مستويات استيعابهم فتنوعت طرق تقديم الإرشادات المتعلقة باحترام البروتوكول الصحي الخاص بتفادي انتشار فيروس كورونا في أوساطهم. بعد عطلة 7 أشهر يعني توقفنا على العمل على كلش، ولقينا صعوبة كي التلاميذ عاودوا رجعوا المدرسة باش نفهموهم معنى المرض، كيفاش يتنقل هذا المرض، كيفاش لازم نحافظوا باش ما ينتشرش المرض. هذه اللي تلقتنا صعوبة، باسكو أولا التلاميذ صغار، ثانيا صعوبة باش نلحقوا لهم بالإشارة بلي هذا مرض ما لازمش تلامس زميلك، لازم دير التباعد الاجتماعي، لازم بزاف حاجات. الأمر لم يكن سهلا في البداية، ما جعل الطاقم التربوي يضاعف من مجهوداته، خاصة خلال هذه الفترة التي نشهد فيها ارتفاعا محسوسا في عدد المصابين بفيروس كورونا. احنا لخدش حالة خاصة لازم يشوفونا كي نتكلموا معاهم، القراءة على الشفاء تما لازم يكون على كل واحد بقناعه، ينحوا الأقنعة تاعهم إلا وقت الأكل. يعني ما نقدرش نخليهم أنايا يتلاقاو مع بعضهم دوك دو كلاس، لا كوغالي غراند ما يلعبوش بزاف معاهم، ما يقعدوش ملاصقين مع بعضهم، والعشية بمثله، وغدوة اللي خرج اليوم يخرج غدوة، وندير لنا أون روتاسيون. دونك على الفطور يفطروا دو جروب. ان جروب يفطر على 11 وربع وان اوتر جروب يفطر كي يكمل الجروب لاخر ميدي دونك ميدي ادمي. ثاني في الانترنا الانترنا لي دوش عندي دي زيلاف يجوا من الليسي دونك يروحوا الصباح يخرجوا من ليكول العشيه قبل ما يطلع الدكتور لازم يدوش. الحرص على احترام البروتوكول الصحي من خلال مواصلة الحملات التحسيسية وعمليات التعقيم وغيرها من الإجراءات وضعه القائمون على المدرسة في صميم أولوياتهم. كي شفتوا المؤسسه كيفاش رانا في لو تراساج تاع بعدنا كل البعد بكري، كنا التلاميذ يديروا الصفوف ويطلعوا، دركا التلميذ يكون بعيد على صاحبه، التلميذ ما لازمش يسلم على صاحبه، التلميذ ما لازمش لازم يغسل يديه، لازم يدير القناع الواقي لازم، وهي هذا الشيء الصعب عند التلميذ باش والفوا. يعني كانت مجهودات من قبل الاساتذه من قبل المختصين النفسانيين. اجراءات وقائيه لا بد منها، قابلها تجند الأساتذة وتكييفهم لتطبيقها على أرض الواقع لإبعاد شبح انتقال هذا الفيروس قدر المستطاع وسط أبنائنا.